معانا اخو الشهيد عبدو سعد. الشاره في سعد رضا مجد عبدو سعد. احكي لي بقى يا استاذ سعد عن عبد اخوك، يعني العريس اللي راح الجنه، ربنا يا رب اقول ايه بس يرحمه برحمته الواسعه، عايز تقول له ايه؟ عبده ما كانش زيه ده في الاخلاق ولا في الادب ولا في اي حاجه في الدنيا. ربنا يرحمه برحمته الواسعه. طب انت طلباتكم ايه بقى؟ احنا ملناش طلبات. عندكم مشكلات بتعانوا منها؟ نفسي بس ابويا وامي يحجوا. يحجوا؟ ما عدتش عايز اتغرب بعيد عن بلد، وقعدت عايز اقعد. انت طبعا بتشتغل بسافر بره وانت نظام الكفيل والبتاع. اتفضل 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 اتفضل. طب اسم حضرتك؟ انا حمد رضا مجد عبد السلام. اخو الشهيد عبد رضا حامد؟ ايوه. استاذ حامد قول لي بقى، يعني طلباتكم ايه او ظروف الوالد شايفها صحيا؟ يعني تعامل الوالد ظروف تعبانه للغايه، عايزين كبر قدام البيت، وحاجه اسم الشهيد يتحط عليه. انتوا في اكتر من حد اول ما دخلت قالوا ان انتوا يعني محتاجين وظيفه وكده عشان ما تغربوش بعيد عن الحاجه عشان ظروف الصحيه؟ بنشتغل على الله باليومين. ربنا يرحم الشهيد يا رب كده، واجعل مثواه الجنه يا رب. اللهم امين اللهم امين.